لبن طازة، أنا بحبه، لذيذ. كاتناب، لا، ليه سبتنا؟ ألبوم بيلي أيليش الجديد رائع جداً، رهيب. استنوا هنا، كلكم مشتبه فيكم. ده كان انت يا هوبي؟ لا، او زو كيبر. ابتسموا. مين اللي قتل كاتناب؟ انا بريئه. لازم نوصل للحقيقه. يا جماعه اكتبوا في التعليقات مين تتوقعوا اللي قتل كاتناب. اكيد مش انا ولا انا. هنشوف ايه الوضع. مين هنا؟ هو ده القاتل؟ يا جماعة انقذوني، اعملوا لايك. لا استمروا، الوقت بيخلص، ساعدوني. زو كيبر، اوبس، مشتبه فيه بورنتي. دلوقتي بورنتي الجهاز كشف الكذب. ازاي تتجرأي؟ ما تقلقش، هنعرف كل الحقيقة. عندك تفسير للكلام ده؟ ده اللي حصل. تعالي هنا يا بيبي، ساعدوني، انقذوني. مش هتعرفي تهربي مني. لا من فضلك، لا. اتوسلي للرحمة وكات. أداة يستحق الأوسكار. هي أنا ممكن أساعدك، تمثيل رائع. شكرا، أنا تعبان. ميك أب. لحظة، خلينا نبرز الشحوب. هي اطلع برا الكادر. لا مش ده اللي حصل، هو كذب. دلوقتي قول الحقيقة، ما كنتش قادرة افتح السودة بتاعتي. هي هوبي، انا ممكن اساعد. شكرا. يلا يا ولد يا شرير. الميك اب. هي ماسكارتك بتتمسح يا ولد يا شرير؟ ده اللي حصل بالظبط، محتاجين أدلة قوية. أنا مراقباك. طيب اتفضلي العلبة. أوكي سجلتها، زو كيبر بري. أنا بحب اللعبة دي. هوبي اديني تليفونك، ده انتهاك للخصوصية. مفيش حاجة خاصة في تحقيق جريمة القتل، ما تأذينيش. هو ده الكلام؟ ايه الوضع؟ ايه ده؟ سكينة؟ دليل؟ مش زي ما انتي فاهمة. عندك حاجة تقوليها عن الموضوع ده؟ في تفسير حابة اسمعه. كاتناب كان بيتعلم ترند جديد على تيك توك. واو ده هو، عرفت كاتناب المشهور. كنت مستنية اللحظة دي طول حياتي. ابتسم للجمهور كمان. هي لا ممنوع الصور. ليه بتعمل كده؟ اطلعي برا الحالة دي. ده ليك. لا لا خلاص مفيش مشاكل، أنا من المعجبين من زمان. هي دي القصة كلها. إيه؟ قلتلك. طيب انتي بريئة، هدور أكتر. ايه ده؟ انتوا شفتوا هاجي واجي؟ اكتبوا في التعليقات. ايه؟ ورا؟ انت هنا؟ اصحى، هصحيك. اكيد ده هزار. هاجي، جربوا العصاية بتاعتي. لا ده قاسي. تجربة أخيرة. تيكي تيكي تيكي. بطلي بطلي، أنا فوق. أخيرا أنت مقبوض عليك. الدليل تم اكتشافه في مسرح الجريمة، بس أنا ما عملتش حاجة. ده سوء تفاهم. إزاي تفسر ده؟ هقول الحقيقة، أخدت دش الصبح. أدخل في الموضوع. طيب حاضر،
كنت بلعب بالعرايس. بصوا عليه بيلعب بالعرايس. هاي رجعهولي. تعال خده يا بيبي. انت بتستفزني. انت انتهيت. خد بريك يا دراما كوين. انت احضن عروستك كويس. هو كده كويس؟ المكان مش نظيف. يلا نشوف. انا بكشف غاز النوم. انا مش كذاب. اوكي انت كسبت. عايز هاج الصغير يرجع. قلب كيسي مكسور. طيب مفيش دليل. احنا مع بعض. هاجي واجي رسمين بريء. يا ربي ممكن يكون مين؟ مش عارف. استني لحظة. كين؟ الديل شكله مألوف. اقف مكانك. ممكن تقتل حد عارف كده؟ هو ده ديل كانت نبل عليك؟ ها؟ ساعدوني اقلبه. تقيل شوية. كنت عارفة. كين انت مشتبه فيك في جريمة قتل. ها؟ انا ما قتلتوش. عندك تفسير لده؟ عندي. ازاي؟ انتوا فاهمين غلط. انا وكاتناب كنا رايحين مهرجان كوسبلاي. نيكو فيست كوائي. انا بحب القطط. زو كيبر ادخل في الموضوع. كمل. كان عندي بس الودان. ففكرت انك تقدر تخلع ديل كاتناب المسكين؟ ده مستحيل. انا وكاتناب اتقابلنا في نص الطريق. اه ده انت. انا جبت الحاجات. باي بكين. جزء من الاتفاق ديلي. اتفقنا. دي كل حاجة. ده أغرب من الخيال. الباي في مكانه فعلا. أيوة مش هو. عن إذنكو عندي مسابقة أزياء أكسبها. كان مش على القايمة. مين اللي عملها؟ هم عمالين يعملوا فوضى. ديلايت هي مش واقفة في الطريق؟ هي استني. ايه المشكلة؟ ده مسرح الجريمة. مش عارفة؟ ما كمليش. اتمنى تعملوا حاجة زي ده للأرض المبلولة. هي مريبة شوية. مية مش نظيفة في الجردل بتاعك. ظل غامض. اوه في سلايم في الجردل. خلاص كده شكلها الشخص الغامض بتاعنا. دي عاملة النظافة. انا هاخد عينة من السلايم. دليل نستجوب المشتبه فيها. ايه المشكلة؟ السلايم وكاتناب متصلين. لا مش معقول فعلا. طب ليه السلايم في الجردل؟ يلا كلمي. اوه طيب هقول لكم على كل حاجة. كنت بنظف كالعادة وبغني اغنيتي المفضلة وفجأة. مش هتشك في حاجة. انا هضيف شوية لون لحياتك. واو رائع لكن لزق شوية. اوه في الجردل. هي جاية. ايه ده؟ المكنسة بتاعتي لزقوا في بعض. دي مواجهة. اضرب. اوه ده انت. انت قلت مواجهة؟ خدي. انا هقول لماما عليكي. تا 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 تا. كان يستاهل. في دليل ملموس؟ مش مصدقني؟ اهو. يو. طيب اوكي. مش مذنبة. انا مش فاهمة. مين اللي قتل كاتناب؟ استنوا دي شنطته. هو ده جزر؟ هابي هو انا استعجلت في الاستنتاج؟
ممكن يكون الجزر دافع؟ طماعة جدا. أنا ما عملتهاش، أقسم لكو. ده اللي حصل. كنت بتمشى في الجنينة وصادفت كتناب، كان بيزرع جزر. ياي، حصاد رائع. هاي هابي، خدي اللي انت عايزاه، ده شكله وسيم جدا، في كفاية للكل. تقصد مين بالكل؟ كل سنومان. هاي كتناب، اوه ده شيء نبيل منك. هاي أولاف، انا همشي. اتفضل يا بطلي. ده اللي حصل. فاكرة انك تقدري تخدعيني؟ ده مش منطقي خالص. شوفي بنفسك. احنا لسه مستنيين. اوه دي غلطتي، تقدروا تاخدوهم. لطيف جدا. اسفه يا هابي، ما كانش انتي. يلا نرجع للجثه. قرار كويس. طيب طيب طيب. اوه هابي، بصي فيونكا. مس ديلايت، ايه انتي، في حاجة عايزة تقوليها؟ تقصدي ايه؟ الفيونكة اختفت. باي، اثبتي. طيب اقعدي. كنتي فين وقت الجريمة؟ انا بريئة خالص. ايه سرك؟ عندك تفسير لده؟ ولا دي؟ اديهالي، ما تقتلنيش، ظهري بس في حكة. آه فيو، لازم تصدقوني يا جماعة، هو ده مقص؟ ليه؟ دي قصة طويلة، أنا عندي وقت، احكي. يلا. طيب اسمها كويس. خلصت، هنسويها شوية وتبقى جاهزة. هايل، خلصنا خطوة كمان. ياي، أنا عايز ألعب. لا لا لا، هاخد ده بقى. ممكن تلعب بالسلايم. سلايم؟ يو مقرف، أنا مش هلعب ده. أوه ماي جاد. أوبس. طيب هحاول أنضفه، الفرشة العادية مش كفاية، لازم استخدم طرق فعالة. هفرق، نجحت. وقت الرسم. العيون لازم تكون هنا. واو، واحدة خلصت، بس الألوان خلصت. هروح اشتري. هاي، أنا خلصت ألواني. فرشة جديدة؟ جودة عالية. لا، عايزة ألوان. طبعا، عندي ورق كمان. محتاج إيه علشان تفهم إن أنا عايزة ألوان؟ عندي موديل راس كمان. كفاية، ساعدوني، أنا خايف. أخيرا. لا، أنبوبة الألوان دي اللي محتاجاها، هاخد ده كمان. أهي الفلوس، خلي الباقي. شغلي مليان توتر. ساعدوني ألاقي ابني، دورت في كل مكان، كل ما زودت البوسترز كان أحسن. دي راس لطيفة، شكلها مألوف. طبعا ده أنا، لكن في عين ناقصة، هصلح ده كده أفضل. إيه الصوت الغريب ده؟ تقريبا عرفت اتعامل مع السكوتر. ابني ده انت، لقيتك ابني. حد ناداني؟ انا بس بتهيألي. انا رجعت. اوه لا، مين بوظ البيت؟ يا جماعة مين ساب ده هنا؟ اكتبوا في التعليقات، انا غضبانة قوي. ده كان زو كيبر؟ دلوقتي أنا في منتهى الغضب. براحة، مش هتهرب مني يا زو كيبر. دي بتطاردني. طائر. ييه مقرف،
حلقة النار. هيو، أنا كويس. هو راح فين؟ واو، دي الحاجة المناسبة. مش مهم، هعمل عين ستايروفوم جديدة ولونها بالأسود. طلعت حلوة. العين التانية رائع. زوكيبر، امسح النقطة الجاية من القايمة. أبراكادابرا، خلصت. كورة، ياي. دلوقتي عندي حاجة ألعب بيها. ميس ديلايت، تعالي هنا، يلا نلعب مع بعض. اللعبة بالكرة ممتع قوي. أنا عارف، مش كده؟ امسكيها. أوتش، راسي. على فكرة، أنت أفضل من غيري. إيه اللي عملتيه؟ مفيش عندي كرة تانية. أوبس، أنا زودتها شوية. عرفت، عندي عصاية تانية الحجم المثالي. بجد؟ خدها واتسلى. أخيراً، كنت دايماً عايز لعبة زي دي. في حاجة غلط. هو ده دخان؟ نار، ساعدوني. الدخان لازم يمشي، مش نافع. أكيد نسيت الأنف، مش هيعرف يتنفس من غير أنف. خدي بالك. شكراً. المكبس هيشكل باقي الكورة زي ما إحنا عايزين. جميل، نثبت هنا. مش مظبوط شوي. فتحات الأنف لازم تتقص. واو، أحسن بكتير. أنت كمان حبيته؟ ياي، الأنف خلصت. ابني، بابا قرب يوصل. هلاقيك، أنا شايفك. أنا هنا يا ابني. كيو، الحر شديد قوي. الجو حر جدا هنا. أنا لازم أعمل حاجة. المروحة تنقذ الموقف. كيو، الجو مولع. هشغلها على الآخر. أوه أيوة، أنا سوبر ستار. دلوقتي بقيت مش حران؟ هاي ابني، أخيرا. ده أنا بابا. هو ليه في هوا جامد كده؟ ده إعصار. الهوا بيطيرني. مفيش زي الليمون البارد في يوم حر زي ده. شكل الجو بيبرد أكتر. أو لأ، الليمون بقى تلج. مش بتحبه؟ وأنا كمان. حتى زوكيبر متلج بالجوانتي بتاعه. لازم أقفل المروحة. أيوة، نفعت. والمشروب ساح. ده ممتع مش كده؟ وقت تجديد الميك اب. أنت كمان؟ طيب، أحب أعمل ده. مش نافع. أعمل إيه؟ هلون الرجلين. الفرشة مش مناسبة، محتاج واحدة أكبر. دي هتنفع. أوه، مش قادر أمسكها. آه أيوة، دي الحاجة المطلوبة. شوية تجديدات هنا وهناك. طلعت هايلة. هايل، اللمسات الأخيرة خلصت. البرنيطة دي لطيفة قوي. حبيتها؟ تمام، خلينا نشوف لو نقدر نعمل برنيطة ليك أنت كمان. نلف هنا ونعدل هنا. شكلها كويس؟ لسه. طيب، مهملات. فعلاً ممكن نلاقي. هعمل حاجة بإيديا تدي إحساس برنيطة. أهو، احتفظ بيها. إيه اللي هنا؟ لا، لسه. أهو، خطوة واحدة. رائع. واو، ابني، أنت فين؟ زوكيبر جونيور، كلمني. أوتش، راسي. إيه الدوشة دي كلها؟ اللمبة شغالة. ممكن أشحن مسدس النور بتاعي. هجرب. شحن. اضرب.
في حاجة غلط، ده مش شغال. روسي، طيب لو محتاج لمبات أكتر. أوتش، ياي اشتغل. واو رائع، فاضل جزء واحد نخلصه. الياقة، فهمت، عندي قماش، هفكر في حاجة. الياقة جاهزة، يلا نجربها. انت اهو زوكيبر ميس ديلايت، خدي. بعيد عن الهدف، بانك، ما تحلميش. شوف لو تقدر تتفاديها، انا هرد الضربة. الرصاص خلص، خدي دي. بعيد عن الهدف، بتحداكي للمبارزة. دلوقتي لازم انهي ده. ابني تعالى، زوكيبر جونيور، ده انت؟ بابا ابني، انا سعيد قوي. يلا نروح البيت. رايحين فين؟ اوف وحالك. ميس ديلايت، اخبار هايلة، عندنا طفل بالتبني ليكي. اوه بجد؟ ثانية واحدة، رحبي بجوزي. هاي ماما. هاي، البيت شكله جميل؟ ايوه فعلا، بعد ما خلص الياقة هيكون كامل. مش بالسرعة دي، هتحتاجي جوانتي، دول جمال. هعمل الياقة بنفسي من القماش ده، في علامات كتير. ايه رأيك لو اشيل شوية؟ او يا ربي العيون راحت. وقفي. واحدة كمان. لا، البرنيطة الرائعة اختفت. اوه ايوه، هخليكي تعيطي، لازم تصلحي ده. ساعدوني، اقفي، لازم استخبى. يا ربي ده اكل البيبي بتاعتي. نفعي، من فضلك ارجعي، دي بنتي، ما تتدخليش. ايه انت كويسة؟ ده رائع، ده ليكي، ما تعمليش كده تاني ابدا. هرجع الحاجات مكانها، البرنيطة، العيون، والفم، كل. لا، ايه اللي عملتيه؟ خلاص كده هنروح السينما. تعالي، تحبي نجيب فشار؟ اكيد. اقدر اساعد ازاي؟ عايزين اكبر فشار، ده اكبر، اكبر، أكبر واحد. طيب لحظة واحدة، فيه كده كويس. واو هاي، انتي خليكي هنا. ايه اللي بيحصل؟ اخيرا جه وقت ان انا اتغدى، ساعدوني. لا فكي، مش بيعرضوا ده في الافلام على فكرة. ده كابوس رهيب. جوزي لازم نمشي، أنا مش هنضف ده. اتفضلي العبي بالعروسة دي، هرجعلك تاني على طول. أنا مش عاجباني العروسة دي. كده أحسن بكتير. إيه؟ هي يا ربي، دي أخدت سكينة تانية. وقت التيك توك، تشاركيه؟ أكيد. الكاميرا شغالة، اعملي زيي. لازم اجيب لجوزي سناك. رسالة؟ ايه؟ جوزي في مشكلة، ساعدوني. جوزي سناك، استني خدي ده، جيلي العسل، ده سخيف جدا، ما تضحكيش. جيلي العسل ليا انا، فريدي بيحب العسل. ده نفع، هاي فايف. ده وقت النوم، انا جبتلك بطانية تدفيكي. بومي خليكي، انا خايفة قوي، بومي الصغيرة هتكون جنبك. نامي كويس. هي
العروسة مش حلوة. لحسن الحظ أقدر أصلحها في دقيقة. هقطع الزيادة. هعمل للعروسة إيدين ورجلين جديدة، أحسن بكتير. على المهملات. هعمل عيون بالزراير. ألوان وخيط. دلوقتي الرموش والفم. في حاجة ناقصة. يونكا أجمل عروسة في الدنيا. لمسة أخيرة. دلوقتي بقت مثالية. والأهم شوكة وسكينة. أنا مش بشبع أبداً، عارفين؟ يا عروسة ارجعي مكانك. أوه يا ربي، ده جنون. مين بوظ العروسة دي؟ جوزي صحي. إيه لعبتي؟ هنا هو، نامي كويس. هاي عندي حاجة ليكي، بدلة بومني. عجباني جدا، أصدقائي للأبد. سيلفي تخليد اللحظة. راح فين تليفوني؟ هرجع حالا، هستنى. هاي تحبي تجربي اللبس اللي معايا؟ لا مش عايزة. في حاجة مشوقة معايا. لا احنا هنستمتع جدا. انتي غريبة قوي. نسيتي الفيونكة. ايه اللي بيحصل؟ ايديا مش بتسمع كلامي. بتسمع كلامي انا بس. انا بكره الكريم. الحلويات مش ليكي، دي علشاني. اخيرا يا رب، لازم نتصرف معاها. خدي ده. انتي فاكرة ان ده هيوقفني؟ بصي لنفسك، ايه اللي بيضحك؟ في حباية كبيرة على انفك. انا معايا كتب. والشنطة بتاعتي فين؟ مش هنا ولا هناك. مش لاقياها. خلاص كده، ايه اللي عملتيه في شنطتي؟ ده ممتع جدا. اوبس، لازم امشي. ايه اللي حصل؟ دي بوظت الشنطة. انا عملت كده؟ ده معناه انك هتساعديني نعمل واحدة جديدة. عندنا التفاصيل الاساسية. هحاول اشكل البلاستيك. مش عارفة. تقدر تساعديني؟ طبعا. خلينا نجمعهم مع بعض. هي وايه تاني؟ هنضيف يونك عشان تكون جميلة. انا موافقة. هلونها. اسود كتير واحمر. تقدري تقولي ان في محترف شغال عليها. جوزي دوري. عايزة تضيفي شرايط؟ طبعا. امسكي. لا يلا، انا بس هقص الزيادة. شكرا، دي احلى من الشنطة القديمة. انا سعيدة انها عجبتك. انتي هتعدي وانا هستخبى. انا جاية. مسكتك. انتي رايحة فين؟ اقفي. كفاية، ما تقدريش تهربي. فهمني، انقذيني. انا هنا للتفتيش. هو ده صولجان؟ ده ميكروفون. وجوزي فين؟ هنا. امسك جوزي بيبي. احنا بنقضي احلى وقت مع بعض. ايه ده؟ ده البرجر الضخم بتاعي. انا باكل كتير. تعال اوضتي حالا. مفيش حاجه ممتعه هنا. أمي؟ دلوقتي فهمت.
استنوا، أنا هلغي حقوقي الأبوية. الورقة دي مش سارية. يا ربي الوديعة. هاي عجبكم عائلة جوزي؟ قولولنا في التعليقات مين فيهم أحسن أم. الأطفال دول كمان محتاجين أهل. مسكتها، ارميها. امسكي. مسكتها، الكرة ليا. سيرف. أوه واو ده جنون. راسي. مش أفضل سيرف خالص على فكرة. ده كان مضحك. محتاجة مساعدة؟ جاكس أنت لطيف جدا. الجرس، أنا لازم أمشي. أوتش. أوه يا ربي. حفلة عيد ميلادي هتكون ليلة ما تتنسيش. هي يا جاكسة تعالي لو سمحتي. شكرا يا جاكس أنت لطيف. هومني أنت أكبر ساذجة في الدنيا. أوتش راسي. على العموم اتفضلي. حفلة؟ هكون موجودة أكيد. لازم أفكر. باي. بس مش ممكن أروح كده. ما تلاقيش هساعدك. مش عارفة حتى أبدأ إزاي. بطلي عياط هنتصرف. مش هنقدر. مفيش فايدة. واو دي جت منين؟ دي مية المايسيلر. اغسلي الميك اب. طيب. اوه ده ممتع. انا بحب فقاعات الصابون. اوبس رجثة حد يساعدني. يا جماعة اعملوا لايك علشان ننقذ رجثة. شكرا. ايه ده؟ ايوه. اوبس فيو مفيش فقاعات تاني. مشكلة انا استمتعت. مش مهم. الميك اب تشيل. هاي الخطوة الاولى من الخطة انتهت. الخطوة اللي بعدها التألق. انا راجعة على طول. رجثة اتأخرت قوي. ايه ده؟ اوه دي حاجة ممكن استخدمها للميك اب. اللون غريب. هجربه. واحد اتنين وخلاص بقى عندي خدود حمراء. يا ربي يا بومني ايه اللي بتعمليه ده؟ جميل مش كده؟ لا هو ده الميك اب. فهمت. عارفين ازاي الرولر دي وصلت هنا؟ اكتبولنا في التعليقات. هنبدأ شغل. كريم أساس، آي شادو، آي لاينر، جليتر. الجفن السفلي. لمعة بزوايا العين الداخلية. رموش وخلاص. أنا جعانة. المربى هتكون سناك جميلة وممكن استخدمها على شفايفي كمان. لا ما اقدرش. طيب هستخدم احمر شفايف. خلاص. يا ربي لازم امشي لسه. بومني انتي ليه مستعجله؟ في الحقيقه احنا خلصنا الخطوه دي. جاكس انا جايه. جاكس بالراحة أنا أخيرا وصلت. كل ده على الفاضي. هو مش هيحبني أبدا. بامي المشكلة قوليلي. غنيت له أغنية حب وخبطني بالباب. أكبر فشل في حياتي. ما تزعليش في البن في شعرك.
فعلا دي آخر حاجة كنت محتاجاها. إيه دي؟ التلج هينقذ الموقف. خلينا نستنى شوية ونشيل اللبان. بالراحة، جاهزة. مقرفة. ده وقت الشعر، يلا نشوف. لا لا، ده عاجبني، اخترته. هي دي شرايط فيونكات. واو، هشيل الجوانتي وهبدأ أعملهم. قصي الشريط واعمليه حلقة، ووصليه في النص. اعملي فيونكتين ووصليهم. ثبتيهم على دبوس شعر وخلاص. هنكمل الشعر، نعمل ديل الحصان ونضيف دبابيس. رائع، انا جبت لك تريت. جاكس حبيبي، اليوم هيجي. طمني، تقبلي تتجوزيني؟ طبعا يا جاكس. انا سعيد جدا، كل احلامي اتحققت. اوه جاكس، اوبس، انت نجحتي في المهمه. طب اجيب واحد منين؟ ليه بتصرخي؟ انا اهتميت بالموضوع. واو، شكله رائع. لكن السؤال، هعمل ايه في السكيرت؟ دي مش حلوه. انا هدور في حاجاتي. لا، هي اكيد لا. اوف، ليه في طوق نجاة؟ كفاية، أنا مش محتاجة برنيطة. ها؟ فيو. خلاص كده، مفيش حاجة كويسة. ما تعيطيش يا بومني. شكرا يا حبيبتي. إحنا هنلاقي حل، صدقيني. أهو، دوري في الأدراج. أوبس، محرج. السكارت هتكون مفيدة، أنا هحسنها بالشرايط. خلصت. بامي، وات؟ في ايه؟ احنا لسه ما خلصناش. اهو خيط وقطعة قماش. شكرا. اعتقد هخيط اكمام وهضيف شريط مطاط. ممل جدا. اخيرا شوية سحر وفوالا، الأكمام جاهزة، كله تمام. أنا مش مصدق، هما بيعملوا حاجات حلوة، مش هقدر أتحمل كده، لازم أصعب الأمور عليهم. جات لي فكرة، أنا هبوظ الشيرت الحلو. وهبوظ حاجة كمان. ممل. مش ده. اوه، ده مشوق. ده بيقلب ايدي. فيو، احسن بكتير. ايه اللي بيحصل؟ اوه لا، حد بوظ التوب بتاعي. كفايه عياط، انا بترجاكي. انا عندي فكره رائعه، هقطع ليقه، هي لسه كويسه، جربيها. ايه؟ يا ربي. لازم نطول الجوانتي دلوقتي حالا.
أيوة، دلوقتي أنا مبسوطة. الصوت ده كان إيه؟ آسفة يا بومني، الحلق بتاعك. أو لأ، أنا عارفة إزاي نعمل واحد جديد. هعمل دايرة مسطحة من الصلصال. هختار ألوان وفي فرشة نقدر نضيف التصميم. هنضيف دلات الحلق والحلق هيكون جاهز. جميل، شكرا، عملناها فعلا. تقلب تمام، شعر تمام، هدوم تمام، كل الاكسسوارات في مكانها. هدية عيد ميلاد تمام. راكثة بسرعة، ده مذهل، في ضيوف كتير قوي. هو ده اللبس الوحيد اللي كان متاح ليكي؟ جاكس هو فين؟ هي يا جماعة جاكس ده جه. استنى، يا ربي كنت هقع. جاكس أنا مسكتك ما تخافيش. واو، جاكس وقع في الحب. ترقصي؟ أحب جدا، هيكون حقيقي المرة دي. لا، ده على جثتي. إيه اللي بيحصل؟ ساعدوني. أو كل ده بسببك أنت وتصرفاتك. أنا عايز بومني تاني، لازم تهديني أنا الأول. خد دي. طيب أنا هستسلم، كفاية، وقت الرجوع تاني. ما تحاوليش تلعبي مع الفراغ، أنا هرجع. ليو، أنا خلاص مش عايز أكل، أنا عايزة أرجع لبابا وماما. انتي ها دلوقتي احنا عيلتك الجديدة. ايه؟ اوه لا لا لا، احسن بكتير دلوقتي. التراسام، واو وداني صح، انا ما عنديش ودان. طيب ماشي خلاص، لو الفيديو ده وصل 20,000 لايك هسيبك تخرجي. هي أيوة، أنا مش سامع حاجة. ياي، تسجيل، أنا متأكد إنه مش هيوصل 20,000 لايك. هما هيفضلوا هنا للأبد عشان يعملوا اللي أنا عايزه في سيرك الرقمي. إيه؟ أنا هعمل لايك، شكرا جدا. طيب تشاو، أنا هعدي الأول. فهمت، ده مش بيبي. راكثة ده ليكي، روحي يا عروسة، ما تلاقيش انتي قدها. ما تبصيش، أنا هساعدك. يلا راكثة حبيبتي، أنا عندي تحدي صغير جدا ليكي، لازم تلاقي كل قطع الزبل وتركبيهم مع بعض. عندك 60 ثانية عشان تخلصي. إيه؟ باي. يا ربي الشاب ده في كل مكان، فين جسمه؟ طيب تبالكي نفسك، انتي تقدري تعمليها، لازم اتصرف بسرعة. اهو دي هتكون الرجل، عملتها، مش هتنفع. فين الباقي؟ الجسم اهو، مش عارفة اوصله. واو دي ترامبولين، هنط اعلى، نفعت. طيب يلا راكب الرجلين، جميل. الوقت بيخلص، سهلة قوي. في احتمال انه يكون فخ. هيو، مفيش حاجة حصلت. اوه لا، لا 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 لا، أوتش، عينيا.
هركب الدراع. عظيم. أوه لا، الوقت ابتدى يخلص. بابل استني، اديني الراس، أنا محتاجاها. بتاعتي. نفق كل قطع زبل في مكانها. أوه أنا همشي، أنا نجحت. بصي بيصورونا. هاي انتوا تعالوا خدوا كلوز اب. أنا بس أهو مخرجي، اتحركي. أنا جاهز تماما. أهلا يا جاكس، ده هيكون تحديك الخاص. أنا جاهز تماما. أعمل إيه؟ طيب تشاو. ماما ميا، بيتزا باستا لامبورجيني. أوه بعد إذنك، بليسيمو رابتيتو بيرفكتو. اتفضل اقعد من فضلك، أنا هعدلها. العشاء يكون بليسيمو. هخليها أحلى بالأعشاب. أوه تشيلا بالليمون. إيه اللي بيحصل؟ أوه مسكوزي، أنا عشت اللحظة شوية. يام يام. إيه ده؟ الطبق الرئيسي أرانب. أنا لازم أمشي. أوه ميا مور، إحنا محتاجين صلصة كريمة. ميا مور، أنت ما خدتش إذني. أوه ريبيتو ميو. ايه اللي بيحصل؟ استنى بص معايا. ايه؟ لا لا من فضلك لا. بينج. اوه ميو بامبينو. وهدف كمان. لا ماما ميا، مارتو سباجيتي. بيتزا لذيذة، بيتزا بيلا. اوبس انا ناس. انت شرير جدا، ايه رايك كده؟ ساندوتش هايل.